عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة معلمة خديجة. أعزائي التلاميذ والتلميذات والأباء والأمهات، أتمنى أن تشاهدوا هذا المقطع وأنتم في أحسن حال. إن شاء الله اليوم سأقدم لكم بإذن الله فيديو جديد فيه شرح مفصل وبسيط وبعض التمارين لدرس قياس المساحات. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو، المرجو من التلاميذ إحضار دفتر وقلم للقيام بتمارين معي وفهم الدرس وشرحه خطوة بخطوة. فلنتابع. لقد قمت أنا مسبقا بتسطير جدول قياس المساحات، وكما تلاحظون هنا أن الجدول مقسم إلى 7 خانات، وكل خانة مقسمة إلى 2. سوف نقوم بكتابة الوحدات معا. الوحدة الأولى المليمتر مربع، السنتيمتر المربع، الديسيمتر المربع، المتر مربع، الديكامتر المربع، الهكتومتر المربع، ثم الكيلومتر المربع. انظروا هنا الوحدات لنعد قراءتها: المليمتر مربع، السنتيمتر المربع، الديسيمتر مربع، المتر مربع، الديكامتر مربع، الهكتومتر مربع، ثم الكيلومتر مربع. نلاحظ أن الوحدة هنا كلها تحمل الرقم 2، فالمساحات دائما نقيسها سواء كان بالكيلومتر مربع أو المتر مربع. وبما أن الوحدة هنا تحمل الرقم 2، فقد قمنا بتقسيم الخانة إلى 2. لكل خانة وحدات عشرات، وحدات عشرات، وحدات عشرات، يعني إلى تتمة الجدول وحدات عشرات. سنمر الآن إلى التحويل، وحول إلى الوحدة المطلوبة طبعا. ولكن قبل أن نحول، علينا أن نتعلم كتابة الأعداد في الجدول. سأقدم لكم أنا مثالا. سوف أكتب 35 سنتيمتر مربع، سأقوم بتحويلها إلى المتر مربع. كما تلاحظون الرقم 35 وحداته هو الرقم 5، إذن سوف أكتب الرقم 5 في خانة السنتيمتر في وحدات خانة السنتيمتر مربع. فنذهب إلى خانة السنتيمتر مربع، هي هنا السنتيمتر، ها وحدته، هنا عشرته. 5 في الوحدات، ثم 3 في العشرات. طلبت منكم أن نحولها إلى المتر مربع. هنا المتر مربع. سوف نقوم بعملية بسيطة، وهي التتمة بالأصفار، صفر صفر صفر، إلى أن نصل إلى وحدات الوحدة المطلوبة المتر مربع. وصلنا إلى الوحدات، سوف نقوم بوضع الفاصلة هنا. إذن 35 سنتيمتر مربع تساوي 0.0035 متر مربع. سوف نقوم بكتابة الجواب: 0.035. سوف نقوم
بكتابة عدد آخر. 81 متر مربع كم تساوي؟ كما أخبرتكم سوف نقوم بوضع سهم صغير لكي لا نقع في الشك أين سنضع العدد، أين سنضع العدد أو نضعه بكيفية خاطئة. دائما نقوم بوضع السهم الصغير في الوحدة، أي وحدة العدد في وحدة الخانة. 81 سوف نقوم بتحويلها إلى الهكتومتر المربع. 81 متر مربع. المتر مربع هنا وحداته هنا واحد، لأننا وضعنا السهم في الرقم واحد وقلنا سوف يكون في وحدات الوحدة المطلوبة. 81 متر مربع سوف نقوم بتحويلها إلى الهكتومتر مربع، وسوف نسمم بالأصفار إلى غاية وحدات الخانة. صفر صفر صفر، ثم نقوم بوضع الفاصلة ونحصل على 81 متر مربع تساوي 0.0281 هكتومتر مربع. ونقوم كذلك بكتابة الجواب 0.0281. سوف نقوم بكتابة مثال آخر. 237 متر مربع سوف نقوم بتحويلها إلى سنتيمتر المربع. 237 رقم وحداتها هو العدد 7. نقوم بوضع السهم الصغير كي لا نوقع في الخطأ، ثم نذهب إلى كتابتها في الجدول. 7 هنا، 3، 2. قلنا سوف نقوم بتحويلها إلى السنتيمتر المربع. السنتيمتر المربع هنا، هنا. لن نتوقف هنا، أنا قلنا دائما نصل بالتحويل إلى غاية خانة الوحدات. إن توقفنا هنا سوف نتوقف فقط في العشرات، هنا الوحدات. ها هو العدد الذي حصلنا عليه. إذن 237 متر مربع تساوي 1,370,000 من السنتيمتر المربع. سوف نقوم كذلك في كتابة الجواب. 200 ثم أفعاد أصبح. الآن سوف نكتب مثال آخر. 94 هكتومتر مربع سوف نقوم بتحويلها إلى الكيلومتر مربع. أعزائي التلاميذ، وكالعادة الوحدات في خانة العدد المطلوب أو الوحدة المطلوبة. 94 هكتومتر مربع، الهكتومتر مربع هنا. 94 سوف نقوم بتحويلها إلى الكيلومتر، الكيلومتر هنا. ثم سنضع الفاصل لنحصل على 94 هكتومتر مربع تساوي 0.94 كيلومتر. نكتب الخانة في التحويل. وكذلك سوف نقوم بمثال آخر. 52 ديكامتر مربع تساوي كم تساوي بالديسيمتر المربع؟
لا تنسوا استخدام هنا الوحدات في خانة الوحدات. ثم نكتب الديسيمتر. اثنان عفوا هون الوحدات 52، سوف نحولها إلى الديسيمتر. سوف نكمل بالأصفار الديسيمتر إلى أن نصل إلى الديسيمتر ونحصل على 520,000 ديسيمتر. سوف نكتبها هنا. الآن سوف نقوم بتحويل وكتابة بعض الأعداد العشرية. 18.3 متر مربع كم تساوي بالمليمتر المربع؟ هنا سوف تعرفون أهمية السهم الذي أؤكد عليه، لأن بعض التلاميذ يقومون بكتابة العشر في المتر مربع. لا، وهذا خطأ. أنا دائما نقوم بوضع الجزء الصحيح. 8 هو رقم الوحدات، نقوم بوضعها في خانة المتر مربع. المتر مربع 18، 3 هنا. تجنبوا كتابة الفاصلة التي تكون في التمرين. إن وضعتم بنفس الطريقة التي سبق أن شرحتها لكم لن تحصلوا ولن تقعوا في أي خطأ. 18.3 قلنا سوف نقوم بتحويلها إلى المليمتر مربع. سوف نقوم بالتكملة بالأصفار، وهذا العدد هو الذي حصلنا عليه. أقولها وأكررها، تجنبوا وضع الفاصلة في جدول التحويلات التي تكون مرفقة للتمرين. إن وضعتموها بالطريقة التي شرحتها لكم بوضع السهم في الخانة لكي تعرفوا خانة الوحدات دون أن تقعوا في أي شك، سوف نكتب العدد الذي حصلنا عليه. مثال آخر، 297.39 ديسيمتر مربع. سوف نقوم بتحويلها إلى المتر مربع. 237.37 هو رقم الوحدات، نضعه هنا. سوف نذهب إلى الخانة لنكتب 7 في رقم الوحدات. 7.3.2 قلنا سوف نحولها إلى المتر مربع. هنا المتر مربع. وبعدها سوف نقوم بوضع فاصلة في خانة المتر المربع. نكتب الجواب. مثال آخر، 87.24 هكتومتر مربع كم تساوي بالمتر مربع؟ 7 لرقم الوحدات في خانة الهكتومتر مربع. ها هو هنا الهكتومتر، 87.24. سوف نقوم بتحويلها إلى المتر مربع. هنا المتر مربع، ولكن لن نتوقف هنا بوضع الأصفار. الآن كما أسلفت القول، علينا أن نصل بالتحويل إلى خانة وحدات الوحدة المطلوبة، والوحدات هنا. سوف نتمم بصفر آخر ليصبح العدد
872,400 وهكتبهم إلى اليوم. كان هذا هو شرح درس قياس المساحات. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وفهمتوا المغزى والمحتوى. للمزيد أو من أراد منكم أي درس وأراد استماع إلى شرح الدرس فليكتب اسم الدرس في التعليق وسوف أقوم إن شاء الله بشرحه. استودعكم الله وإلى اللقاء.